موضوعنا حلقة اليوم موضوع كتير مميز وبهم أغلب المشاهدين بالبيت، موضوع الزواج واختيار شريك الحياة. يمكن صار متأخر لبعض المشاهدين الحديث عن هذا الموضوع، لكن علينا إنقاذ ما تبقى. متزوج؟ لا بعدني عزابي والله. متجوز مرتين. مرتين؟ أول مرة وفت المرة، قعدت سنة بلا جيزي وعاودت تجوزت. متزوج الحمد لله، ولاد عندي بنات ثنتين. شو عم تستنى؟ إيه بستنى، بدنا شوية مصاري عشان نتجوز. في حالك شوي؟ 43 سنة. 43 سنة مع نفس البني آدم؟ نفس البني آدم. علاها أنا تجوزت. متجوز مرة ثانية هي معي. الثانية؟ أي نعم، ثنتين معي. والأولى كمان موجودة؟ تنتين. أي نعم، تنتين عدمتي. أها أي نعم. أحلى حياة الجواز، ما له حياة الجواز النية. شو نصدين الزواج؟ أحلى إشي. 59 سنة مع بعض. الحمد لله. ابننا صار عمره 58. 58 سنة؟ وإحنا إلنا مجوزين 59. أنت متزوج؟ أنا متزوج عندي 8، متزوج تنتين كمان. نعم. السر إنه هذا بتعلق بالزلمة. كيف يعني بتعلق بالزلمة؟ الزلمة متفاهم مع النسوان التنتين. بس اوكي، الزلمة بيقدر يتفاهم مع التنتين، بس التنتين بدهم يتفاهموا مع بعض؟ انا بهمه للفرس ورا خيالها، الفرس ورا خيالها، الفرس ورا خيالها. الحل الاربعة اتجوز كما لا انه حل. بس بقول انه الواحد بالموت يوقف ببيت واحد. مرات يكون بدي ومرات اغير رايي، بتعرف كيف كل الوقت. الاخر واحد لما بكبر بقول خلص هذا ويرفع ايديه، يعني عرفت كيف؟ فيش منافسة؟ في شوي، في شوي. هذا لصالحك طبعا. في اي نعم، انا ما بنكرش هذا الشيء، بس انا عمال اعمل. انت مبسوط على الموضوع؟ انا الحمد لله، انا زي ملخ قاعد. يوم السبت عرس. اهم شيء بيناتنا كان انه اتفقنا مع بعض، والتعارف هذا اول شيء بدينا بالتعارف. بالنسبه لي انا كمسلم ضد الطلاق مهما الثمن جاش تغلفني، مع انه ابغض الحلال. ابغض الحلال، ابغض الشيء عند الله الطلاق. وانا مش موافق على الطلاق. وافقش لو تكلفني ايش مكان اشرح اوافق اطلق ولا الاولى ولا الثانيه، لانه انا جواز. بس ممكن أنا تتزوج؟ ممكن اتجوز الثالثه. روني. أهلين وردة. وردة بتحكي لي بداية عن فكرة إقامة مكتب التعارف، من أين أجت هالفكرة؟ الفكرة كانت جدا تلقائية، فتحت جريدة للوسط اليهودي طبعا، وبطلع في غاد مكتب تعارف ومتواجدين كم من اسم أو مواصفات لبنات صبايا عربيات لشباب عرب. فليش؟ ليش بمكتب يهودي عندنا بنات عرب وشباب عرب؟ سألت. طبعا. فهذا أعطاني تقريبا سنة ونص بحث، إذا في عنا مكاتب، ما فيش عنا مكاتب، إيش الأشياء المطلوبة عنا بس لهدف الزواج. يعني ما بتلاقي عنا لصداقة، ما بتلاقي عنا لحياة مشتركة. المجتمع اليهودي أكتر منفتح. إيه وردي، بدي أسألك بالنسبة للشرائح اللي بتوجه لعندك للمكتب، مين هاي الناس، مين هاي الشريحة؟ كل الشرائح الموجودة، إن كان أكاديميين، إن كان صغار بالعمر، إن كان من ديانات مختلفة، إن كان أرامل، كان مطلقين، ذوات الاحتياجات الخاصة، عزبية. أنت متجوز ولا؟ أنا لا متجوز. مش متجوز وبعدك مش مسجل عندي؟ يعني لا، ما أنا لا. حط شروطك هون، مش خسران إشي. لا يعني اسمعني روني، روني بنرجع لنفس الوضعية. انت زلمة بتشتغل ووقتك بسمح الكاش، اعطيني اجرب بشانسي معه. عارفي شو؟ شو خسران؟ نجرب. ايش اهم صفات الزوجة اللي بدك اياها تكون شريكة حياتك؟ تكون كاملة من جميعه، تكون بنت عالم، تكون هي بنت منيحة كويسة متعلمة، يعني سمعتها منيحة. أهم شيء عند السمع هذا بالأول، فهماني شو الجيزي، فهماني شو الحياة، وبدون ما أتعب معها، وعارفة شو الاحترام، عارفة شو متطلبات الحياة، وعارفة شو واجبها، ومشان أوفر لها حقوقها لازم تأدي واجبها. أول إشي تكون بنت ناس وزينا زيها، مش يعني أعلى مننا ولا أبطأ مننا، زينا زيها. من حلا
من فهم، من ذوق، من علم، كلنا يا تواجد. بركي عشان هيك بعدك لسه؟ لا مليان بنات، بس انا كنت جي مفكر بالجيزة، لسه مفكر. انا الاسلام عندنا بتطلب مثلا انه تكون البنت محتشمة لابسة على راسها، لو مش لابسة على راسها يعني تاخذنيش، مش جبنية برضو تلبس مثلا تطلع الشارع، لاني انا جايب مرة الي مش الي ولا الجيران، يعني هي نقطة صدر جديد، يعني فاهم كيف؟ انا بدي اشوفك مش الناس تشوفك. انه يكون اول اشي يحبني كثير، وغير هيك انا تفرقش معي اذا متعلم ولا لا، بس المهم يكون، غير انه يكون في حب يكون في احترام. البنت مين واهلها مين، وهيك بقدر ابني يعيش انه منيح لما بتكون الاختيار صح. لما فيش في بنات، لما فكرنا نتجوز بطل في بنات كيف كانوا تعون اول. تشوف البيئه اللي كانت عايشه فيها انه بتناسبك، انه هاي البنت ان ضلت ماشيه هذه الامور عندك موجود ولا مش موجود. اذا مش موجود اختصر حالك من البدايه، لانه قلت لك الفشل صعب بالحياه. الجمال وسيمه كيكون، وغير انه هيك كمان يكون انه يعرف كيف يحكي مع العالم، كيف يحكي مع الناس، مش انه يكون هالجاهل اللي انه يضلوا مثلا كل وقت يغار. بتعرف مين حلوة اذا اكيد راح يكون في حدا بيعكسها اشي. شو تواضع اشي على الاخر. من الاسئلة اللي راودتني خلال التحضير لهاي الحلقة، هل مجتمع اللي هو اقلية وبيعاني من ظروف سياسية واجتماعية قاهرة يتصرف كالمجتمعات الاخرى، ام انه هناك ما يميزه نظرا لوضعيته الخاصة؟ الموضوع اللي أنا عملته هو موضوع اختيار شريك أو شريكة حياة في المجتمع الفلسطيني بإسرائيل بنطاق تعليمي لدراسات نسوية بجامعة بار إيلان. أبرز النتائج إنه الشباب بركزوا تركيز كبير على قضية المظهر الخارجي للنساء، قضية الطاعة والتواضع، بينما النساء ركزوا على الصفات اللي هي صفات التقنية، صفات انسترومنتاليوت اللي هي الصفات اللي اكثر بتتطرق لوضعية الرجل، وضعه الاجتماعي، وضعه المادي. بهم الفتاة لما بتتزوج انها تتزوج من انسان مؤسس نفسه من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية. فجأة بصير واقعيات؟ فجأة بصير واقعيات. المرأة لما بدها تيجي تتزوج، كيف طبعا هذا حسب نتائج البحث، بيكونوا جدا واقعيات اكثر من الرجال. في بروفيل معين مهم لإلهن. طبعا في سبب لهذا الاختيار. المرأة بهمها لما تتزوج كمان انه تتزوج من شخص مؤسس نفسه اجتماعيا وتعليميا واقتصاديا. في احساس انه الرومانسيات والحب والمشاعر مش هي المعايير ولا المصطلحات المستعملة في اختيار شريك الحياة، وبدكم اكثر من هيك. في احساس انه الموضوع عم بيكون صفقات تجارية، دار على سيارة على مصاري بالبنك على مصلحة عشان يتجوز، يكون ممتاز، يكون شغيل، يكون يقدر يفتح بيت. بدون هاي الشغلات في الجيزة؟ شو بدنا نتجوز؟ بدنا بيت ولا نسكن؟ أول إشي متجوزة لقرية، بالقرية في عندنا دايماً إنه بعمره والبيت جاهز، دايماً بيكون جاهز، فبيتنا الحمد لله جاهز. واحدة تجوزت فقير، شو مثلاً نجد فقير طيب، بقدرش يكمل عيشة. بقولك إذا بتطلق بصير يدفع النفقة وبصير وباخذ وبعمل، يعني في كتير أسباب اللي بتودي لإشي اسمه طلاق. مش مهم، المال بيجي طول الوقت، نعم طول الوقت بيجي، أما المهم التنين يكونوا متفقين. يعني الشاب لما بده يتجوز بزيب 3-4000 شيكل بالشهر، وين منه أجار الطريق، وين بده يلبس، وين بده يصمت، وين بده يشتري دار. هاي مشكلة جدية، يعني مش بس عندنا، بوسط العربي كله. طبش إشي من واحد يجيني بمصاري وهي أنا متراجع هالأشياء، يعني ما أنا عامل حساب. قد عمرك؟ 17 سنة. عشان هيك أنا كمان صغيري بحب يكون شغيل، يعني إنه بتعرف اليوم البنت بطلت تقبل تعيش ببيت، يعني بأوضة وبحمام، صارت بدها فيلا وكتير، يعني إنه أنا صراحة يعني بدي واحد اللي يكون معه مصاري. بدي اسمع طلبات الصبايا، طلبات الشباب، مش الغريبه لا، العاديه والاكثر شيء بتتردد. بنت منيحه، ادميه، انساني، عقلانيه، فهماني، ومنظرها الخارجي مقبول ملايين لإله. والصبايا بدهن السترة، بدهن بني آدم السترة. قسم السترة بس، يعني أنت سألتني، أنا بقول لك البنت بتقول لي بدي السترة، بدي بني آدم يحترمني، بدي بني آدم فهمان، وبني آدم اللي عن جد مع بيت، مع سيارة. لا مش شرط، في كتير اللي عنده مادية. هاي بتكون طلبات خاصة. يعني نعم نعم. أروني
عم بطلبوا كتير البنات بني آدم يحترمهن. ليست كل حالة مرحب بها بالمكتب. مزبوط. عدم التلاؤم بالطلبات روني. يجيني بني آدم عمره أو إجاني خلينا أقول لك تحديدا إجاني ابن 68 سنة بتجوز مرتين ومطلق وعنده 12 ولد لحديت هون ليش لا؟ الإشي الغريب اللي طلبه إنه بده بنت من بين تنين من جيل 22 ل 25 ومن منطقة معينة. بس بده من منطقة معينة بنت من 22 ل 25 وعزبية. ما قلكي شو اسمها؟ هذا اللي ضل ناقص، أنت فاهم شو؟ والشغلة الثانية كمان واحد طوله 1.92 طلب شرط أساسي إنه البنت ما يكونش طولها يزيد عن 1.64 أكتر إشي. بس جوزناه يعني ما بتضحكيش. بهذا البحث أنا طرقت لكل قضية العائلة، تأثير الأصدقاء، التشابه بالاختيارات بين الرجال والنساء، تأثير المجتمع ببلورة قرارنا باتخاذ قرار لاختيار شريك الحياة، والقسم الأخير هو قسم اللي بتحدث عن طرق التعارف، ما هي الطرق التي يتعرف بها شبابنا وشاباتنا بالزواج؟ فيش تعرف، تعرف مع أهل يعني بساطة شدوخ؟ لا 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 من الباب، فتنا على الباب طلبنا المرة وقفوني. كنت شايفها قبل؟ شفتها بعرس بس ما حكيتش معها. والثاني؟ الثاني كنت أحكي معها، كانت صحيبتي بالزمانات بعدين صارت زوجتي. أنا بآمن بالتعارف بين الرجل والإمرأة، لما يجي الوقت لما أنا أتعرف على شاب أنا رح يجي هذا الوقت ورح أتعرف عليه، فمش هتعرف عليه عن طريق للإنترنت لأمي عرفتني على ابن صاحبتها أو أي إشي. هاي أنا ما حبيتهاش لأنه صارت معي كم مرة تصير في فشلت لأنه ما يزبطش معها وأنا أكلها يعني، فما حبيتهاش. هاي اللي يعني داخل بين البصل وقشرتها تطلع بسواد الوجه. أوكي. بعرس بصارت عروس بصارت عريس بعرف إن هاي بنت فلان متعلمة لحد قد يلا هذا أخوها بتعرف هيك بتعرف شيك سوت هيك عملت، بعرف كل حياتها يعني. إذا بيسأل عنها سؤالين بالبلد بعرفها. الأولية إن أخذت عن حب، كان في يعني طريق حب أنا بينها بنت بلدي، واللي تعرفت على الثاني أنا والله أبوي قال لي بدي أجوزك، قلت له يابا إذا بتلاقي لي بنت حلال وبنت أواد وبنت ناس مش مشكلة عندي. والله تعرفنا على بنت من عرابة البطوف، أخذنا بعض وجوزنا، جوزنا صار لي 3 سنين بالضبط نجوز، أقل من 3 سنين. كيف تعرفتوا على بعض؟ هو يتعرف علي وعرفوا علينا وصار في بحب يركب بسكليت وأنا كان عندي بسكليت كان نط ورا مني من يوم ليوم ليوم. دايماً لعنا هو وخلص صار النصيب. تعرفنا عن طريق الإنترنت كمان. عن طريق الإنترنت؟ ماسنجر. يعني ممكن عن طريق الإنترنت واحد يوصل لزواج؟ يوم السبت عرسنا. شو حسنات مكتب التعارف على الطرق اللي ذكرناها؟ أولاً إنه البني آدم اللي متوجه لنا بده شريكة حياة أو شريك حياة، نحن بنعطيه المعلومات الأساسية عن شريك الحياة وبنكون متأكدين منها 100% قبل ما نعرفه عليها. فهذا البحث العيلي ما بتعملوش يعني، إن عملت بتسأل شو كيف هذا الشاب وشغلات، وإذا عرفوا إنه في عنده ماضي جنائي يمكن يهتموا بالموضوع يمكن ما يهتموش ما يسألوش. أنا بروح وبسأل وبفحص وبعطي المعلومات كليتها للطرف الثاني وبعدين بعطيه حق الاختيار إذا بده يتعرف على هذا الشخص ولا لا. شغلة تانية وشوي هي بالنسبة إلي هي بروفيشنال يعني، إنه بيجيني مثلا بني آدم أنا أكبر متسجل عندي عمره 83 سنة. طب 83 سنة أول سؤال بخطر للزواج إيش؟ راح يكمل شهر العسل؟ ايوه شاطر يا رون. فانا بحطش البنت في موقف انه اعرفها وكل إشي وبعد الزواج تقول لي طب ليه ما قلت ليش انه ما قدرش يكمل شهر العسل. لا، نحن بنطلب تقرير طبي وبطريقه جدا بروفيشنال بطلبها من السيد المشترك وبيروح بيجيب لي اياها، واذا الحاله
طبعا ملائمة لإلنا فمنخدها، وإذا مش ملائمة لإلنا وفي حدا ممكن يتقبل هذا الوضع فإتس أوكي، بس على القليل نحن ما منغشه. هذا هدفي يا روني، إني أصل إنه روني ما يتعبش حاله، إذا التقى مع شريكة حياته برا بطريق صدفة بالجامعة إشي، هاي كمان طريقة سليمة. أنت معك حق، روني مش تعب حاله. يام 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 ماشي حالي. مكاتب التعارف برايك فكرة منيحة ولا فكرة سلبية ولا فكرة عادي؟ طلع بأسوأ الحالات ممكن، ممكن ليه لا بتصير، بس إنه ليه ما نطلعش، ليه ما نشوفش؟ هلا في مجال إنك تطلع تشوف تتعرف، فهذا أحسن إشي حسب رأيي. كيف الواحد بيقدر يروح مثلا عند واحدة يقول لها مثلا لإلي عريس، واحدة تروح تقول لها لإلي عريس يلا بدأ جو، يعني كيف ممكن؟ ما فكري شيء تنجح، هاي حكي هذا لا بيعرفها ولا بتعرفه، معقول يقول لها أنا شو أحسن شاب، ومعقول يقول له أحسن بنت بعرفهاش أنا. شو رأيك فيها؟ ليش لا، في ناس بلاقوا اللي بدهم اياه بهاي المكاتب. مش ضد؟ لا مش ضد. لا، اذا شخص شاف وحده وبده يتجوزها بقول لاهله، الاهل بقولوا للاهل الذاتي. بهمك وين شافها، بمكتب ولا بالشارع؟ ما اعترفش فيها. ليه؟ لا لانه فارطه. ليش؟ ما هو شو انا بده، شو انا بدي اروح على طريق التليفون اروح على المكتب نقي عروس؟ روني جاهز؟ يلا جاهز. ليك لحظة، روني بلا مول مراسلك. يلا لحظة آخر إشي. ألو روني. أيوة وردي، بتحكي من مكتب وردي. أهلا وردي، كيفك؟ اسمع، لقيت لك البنت اللي طلبتها. ولو بهاي السرعة وردي، كيف تنو؟ آه والله متعلمة. حلو. و 24 سنة. 24 سنة من المنطقة اللي أنت فضلتها بالضبط. هيك وردي صار أكثر من اللازم. بتجنن. حلوة، لكان بخلص تصوير بضل جاي على طول. انا تعال اسا 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 يلا باي باي. انا روني روني، بدنا عروس للشم الاسمر، بدنا عروس جمال سكر، بدنا عروس للشم الاسمر، بدنا عروس جمال سكر، لا تكون تتحمى ولا تتبودر، بنت عيني وفي معها فلوس. هلا سهلا. وين صبية؟ طول بالك يا روح، طول بالك تمضي على الوراق في الاول. بمضي، ايش بدك؟ هي الصبية زي ما اتفقنا لازم هون تمضي، لأن الصبية قبلك صارت ماضية. وين بدك ممضي؟ امضي قيس. وين البنت؟ البنت جوا بالغرفة وحريته. ألف مبروك، يا رب ينجح لك. إن شاء الله. رايا روني. روني شكرا. روني هون هون تفضل. رايا صبية من 23 زي ما شرحت لك، متعلمة وفهماني، وروني غني عن التعريف. غني بس عن التعريف. بتمنى لكم نجاح. أهلا وسهلا. حبيتك وبحبي طيبتي للغيم، يشرب ورا الغيم وتخلص الحرقات. حبيتك وبحبي طيبتي للموج، يركض ورا الموج بشمس المسافات. بس بعد في فكرة مسبقة وسلبية كمان. مزبوط. شو السبب؟ انت اشوف مثلا الناس عزبيين برا، عزبية، طب تعالوا عنا على المكتب. لا شو يعني بيطلع علي انه يعني شو ناقصني اشي تأجي لهون؟ يعني كان كنت مجبورة كتير اشتغل على الموضوع لحتى اغير هاي الفكرة، انه بس الكبار بالعمر، بس اللي مش عارف يدبر حاله، بس الخجول اللي عنده مشكلة هو اللي بتوجه لمكتب وردي للتعارف. فكتير اشتغلت الثلاث سنين هدول وبعدني بشتغل يا روني على تغيير هاي الفكرة.